طبعا بدها ترجع تتأجل. اسمعوا لي شوي، لحظة إذا بتريدي يعني بالشوم، بس مدام هو حرمني من الاستماع لإلي من كل اللي ادعى عليهم، فأنا حصر وألح بإني أدلي بإفادتي. رفع كل الحصانات من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف. ماذا حصل بالأمس في مجلس الدفاع الأعلى؟ وكيف حميت حصانات على حساب القضية الأساسية؟ هذا بيسمح لي أني شك فيه بأنه منو حيادة، وبيحق لي أطلب رده، وأنا لن أقوم بذلك. وأنا لن أقوم بذلك. الحقيقة التي لا تتأمن بالشعبوية ورد الاتهام ورمي الاتهامات على من يريد الالتزام بالدستور.